محطتنا التالية سمر بتهم الصائمين. خلال شهر رمضان المبارك رح نتعرف على أنواع الأطعمة يلي ممكن تمنح الإحساس بالشبع، بتخفف أيضا شعور العطش ساعات طويلة صيام، أكلات يلي بينصح بتواجدها على مائدة الإفطار. أسئلة أكيد رح تجاوبنا عليها اختصاصية التغذية إيفانا اليوسف، ماجستير في علوم الغذاء. رمضان كريم. ينعاد عليكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك إيفانا. صباحك سمان وأنا كمان. إيفانا، بالبداية بشهر رمضان المبارك كتير من الأسئلة بتيجي على النظام الغذائي، شو هو الشيء الصح وشو الخطأ، شو هو بدهم الشيء اللي يشبع وبالأخص بوقت السحور بدهم شيء يشبعون ليبقى معهم لكل اليوم. تمام. ممكن نتعرف على هاي الأطعمة المفيدة والمغذية وبالإضافة أنه هي بتشبع الإنسان. تمام. هلأ بالنسبة للسحور لازم دائما نحن نأخره، يعني نحن قبل الأذان بشوي نحن نتسحر عشان نحن نقدر نقصر من ساعات الصيام. كتير مهم انه نحن وقت السحور اوكي نشرب مي، بس مو انه مثلا نحط هالقنينه واشربها، لانه الجسم بياخد حاجته والباقي بده يطرحه عن طريق البول، فهو اصلا ثاني يوم رح يتعذب، رح كل شوي يفوت على الحمام، رح يصير في عنده ارق، ما انك مضطر تحط لي هالقنينه وبتشرب. كتير مهم انه يكون مثلا في عنا الحواضر، يعني احنا الفطور اللي بنفطره خلال النهار اليوم العادي قبل رمضان يكون سحور. كيف يعني؟ هلا عندك البيض بشبع لانه بيملل المعده وبنفس الوقت ما بيعطش، عندك الالبان والاجبان كلها بتروي وبتعطيك الفيتامينات اللي انت بحاجه لها، تعطيك شويه طاقه ثاني نهار. نبتعد عن المرتديلات، نبتعد عن المخللات، اي شيء فيه بهارات هذا كمان نبعد عنه لانه ما بيعطش. كثير مهم انه يكون في خضار دائما على السحور حتى على الفطور. يعني بالنسبه للشاي بيقدروا يشربوها بس ما يكتروا المنبهات خلال السحور او الفطور لانه هذا الشيء بيعمل عطش وارق. في كتير مهم الفول والحمص كمان، هذا بيشبع وبنفس الوقت بيعطي شوي طاقة. بس ما بيعطش الفول والحمص وبيعمل تخمة للمعدة؟ شو بيعمل شوية تخمة كشبع لأنه هضمه بطيء، فبتحسي حالك أنت شبعانة، أما عطش لا ما بيعطش. تمام. هلأ طبعا بدك تخففينه أنت البهارات والملح وهدول القصص، نحن ما لنا مضطرين أصلا نحطهم كتير لأنه هذا الشيء بيعطش. عندك الفاست فود، في ناس بتسحر فاست فود. صح. هذا اكبر غلط. صح. لان اول شيء بتعطش، ثاني شيء بتزيد الوزن اللي نحن ما لنا بحاجه له اصلا، انه في حلويات ممكن ناكلها خلال النهار. فبهدول نحن بنقول بس حواضر، نحن بس الفطور يصير سحور ونشرب كميه المي اللي نحن بحاجه لها. نعم. يعني هذا السؤال اللي نحن حنركز عليه. مثل ما بنعرف ايفانا مائده الفطور بتكون متنوعه. تمام. شامله للشوربه للسلطات، واحيانا جيراني بيبعثوا لبعض طبخات فبتكون الطاوله كثير منوعه. بيجي بيفطر بصير تخمه بالاكل. صحيح. معه وطبعا بعد التخمه لسه بيرجع بياكل حلو، فبيوصل لوقت السحور ممكن ما يتسحر، ما يقدر يتسحر. فشو منقول للصايمين يلي قعدوا على الفطور؟ كيف يبلشوا اكلهم؟ شو يصبوا اول شيء؟ ما ضروري يبلشوا بالكبه. تمام. لا اهم شيء برجع بقول الاكل مانو هربان، يعني احنا رمضان عندنا موجود للصيام، شهر الفضيله، شهر العباده، مو شرط انك تاكل، اكلك موجود، يعني اكلت هذا الشهر ولا الشهر تاكله هلا فيك تاكله بعدين. فنحن شلون بنبلش؟ بنبلش بالمي. ليش؟ حتى المي قبل التمر، انتبهي، لانه نحن بيكون عندنا نحن تقريبا 12 ساعه وهيك شيء صيام وقت طويل، فعشان ما يصير عندنا صدمه نحن قلنا فتره ما عم ناكل نشرب مي، ببلش في امر بالمعده انه صار في عندنا غذاء، بلش الهضم. ناكل بعد التمر او الرطب ببلش لسه اخف بالهضم، بيعطي كمان الاعازات انه بلش في هضم، بلش في اكل يفوت على الطعام. طيب اللي بيشربوا اول شيء اول ما يقدم مثلا فورا بيشربوا عرق السوس او اي من المشروبات الثانيه اللي بتكون وقت الافطار، هذا خطا؟ خطا طبعا اكيد. اول شيء لانه هي عباره عن ملونات وعن سكريات مركزه، اصلا بيعملوا عسر هضم بتعمل لهم مشكله، خصوصيا اذا بيشربوها بارده، البارده كمان بتعمل لك عسر هضم، لانه اصلا مثل ما قلت الماده الى كم ساعه واقفه ما عم تعمل ولا شيء ولا استقلاب ولا هضم، عشان ما يصير عندهم هالصدمه مي بعدين تمر يقوموا. يعني الاشخاص اللي ممكن بدها تقوم تصلي تقوم تعمل اي شيء ثاني 5-10 دقائق ترجع تتناول تبلش بالسلطه وبالشوربه. هلا اكثريه اللي بيسمعوكي بيقول لك ما جوعان ما بدي ما رح لحق. اوكي ما اختلفنا بس دغري بالوجبه. تمام. هذا غلط، رح يصير في عندنا صدمه، رح يصير في عندنا عسر هضم، رح يصير عندنا في امساك، يعني حتى السلطه ما ببلشوا فيها. صحيح. ايفانا يعني اكيد نحن متابعين حديثنا معك، لكن رح ننتقل للشارع السوري ونشوف هالاستطلاع ونرجع سوا.
شو المسموح الفطور يعني، او شو اللي بيضر بالفطور يعني مشان الصحه يعني بهذا؟ اي بس على السحور شو اتسحر مشان ما اعطش. شو افضل شيء، افضل شو افضل شيء للفطور يعني، انه واحد انه يبلش فيه كميه كبيره كميه قليله؟ شو الشيء اللي بيكون انه صحي حتى اكله يعني، انه مشان نحب جسمه وهيك؟ كيف فينا الواحد ما يأذي حاله برمضان يعني، ما يخبص بالاكل وتصير معدته هيك؟ فحقك عم نحاول يعني، عم نعاني من هاي القصه. إيفانا، مثل ما تابعنا أسئلة من الشارع السوري، كثير من الأسئلة طرحوها عن النظام الغذائي طبعا المثالي. هلا ممكن احنا نتعرف شو هو كمان السؤال سألتك يا، بدنا انه ناكل شيء ونشبع بس ما يصير معنا تخمة، شو ممكن كمان تنصحيهم على وجبة الفطور؟ الأهم شيء يصير عندنا نحن أربع وجبات، اللي هي الفطور وجبة خفيفة أولى، وجبة خفيفة ثانية، والسحور، أو ثلاث وجبات، الفطور وجبة خفيفة اللي بين سحور والفطور، والفطور وجبة خفيفة السحور. تمام تمام. فهلا بالنسبة للفطور نحن أول شيء بدنا نبلش مثل ما قلت بالمي والتمر. السلطة دائما لازم تكون موجودة بالطبق بالمائدة. يبلشوا بالشوربات، هلا اوكي نفضل نحن شوربات الخضرة، شوربات العدس، لأنه أخف بالنسبة للكريمة والماجي، هذيك فيها ملح، فيها سعرات حرارية عالية، ونحن ما مضطرين لزيادة الوزن. هلا طبخة تنطبخ بالبيت ما في مشكلة، ياكلها الشخص، بس مثلا الخبز يفضل يكون على السحور إذا بدنا ناكل، ما بيكون في زيت كثير، في قلي كثير، بنخفف يعني، بنحاول نغير طبخة يعني طريقة الطبخ، مثلا محل ما يكون قلي يكون شوي، نخفف كميه الزيت، السمن اذا بنستخدم، او الزبده، ياكلوها للطبخه ما انا مشكله، بس دائما يصغروا الصحون، او اذا بدهم ولا بده انه مثل حيله نحن بنعملها يشاركوا الصحن مع حدا ثاني، فبتخلص الاكل بسرعة. برمضان ما حدا بيقسم صحن يعني، بتحسي تماما هذا صحني والوجبه لإلي، عرفتي شو يمكن ما يكفيها كان معك فيها. صح صح. يعني شفنا من خلال الأسئلة اللي سألها الشارع السوري، شفنا إنه عم يسألوا إنه نبلش بالتمر، يمكن أنت جاوبتي على السؤال، لا المي قبل التمر. التمر أي ثلاث تمرات يمكن أو سبع تمرات، أحيانا في منهم بيكفوا النظام الغذائي تبعهم، يكونوا عاملين دايت بشهر رمضان بيكفوا على الفطور، شو رأيك بهذا؟ طبعا لا ما في مشكلة أبدا، بالعكس هلا ممكن إنه ياخذوا الخضار والفواكه، حياخذوا النشويات بحاجة لها، حياخذوا الدهون بكميات بس على شكل هيلثي فود صحي ابدا، انا معهم، بس انه يشربوا مي، ياكلوا اربع وجبات او ثلاث وجبات، ما ينقصوا شيء بالمصادر الخمسه اللي ذكرتها، سواء على السحور ولا على الفطور. الوجبه الخفيفه ممكن تكون فواكه، ممكن حتى تكون قطعه حلو، بس ما مثل مثلا القطايف تكون مشويه، نخفف القطر بدل ما ناخذ قطعه او قطعتين كبار، نقسم الكميه، هاي ممكن يكون بوشار كوجبه خفيفه، ما انا مشكله، كله حلو، بس صغروا الكميه، ومثل ما قلت غيروا الطريقه اللي عم تستخدموا فيها. غيروا الكمية يصغروها أكيد، مثل ما قالت سالي كمان في وحدة سألت أنا كيف بدي نقص وزني وكيف رمضان بده يساعدني كمان بهذا الشيء إنه نقص وزني بهذا الشيء، مع إنه قال هي كمان بتحب الأكل إذا سمعتيها بتحب الأكل والله الأكل طيب، كيف ممكن تساعديها؟ هي الأكل كتير طيب. هلا فيني ساعدها مثل ما قلت، السحور ما تكنسلي، ومثلا بدل ما أن القطايف تاكل معروف بدل شو يعني، شو تستبدل شيء بشو؟ هلا أكيد القطايف فيها تاكلها بس تعملها بالبيت، أنا تفضل أن تعملها مشوية أو بالفرن. ممكن تعمل حلو بالبيت، نفترض محل ما نستخدم السكر نحط فانيليا، نحط شغلات تانية تخفف فيه، ممكن أو تفوت على اليوتيوب وتفوت على كتير بروجرامات تعلمك الحلو الدايت، صار كل شيء موجود، حتى بطريقة الحلو العربي ممكن يصير دايت، في محلات عم تعمل حلو دايت ممكن تجيب كقطعة وتأكلها. هلا بفضل طبعا نحن الفواكه، بالنسبه للمشروبات الرمضانيه ما بفضل انه يشربوها، بفضل العصير مثل ما قلت لانه فيها سكريات، في ناس تلاقيها اوكي بتشرب كثير، اذا بدك تشربي اشربي نص كاسه ما اكثر. هلا كثير مهم لما تجوع هي تكثر الخضار، تكثر الفواكه، او تاكل بوشار او مكسرات، هاي بالوجبه الخفيفه. مثل ما قلت السحور يكون عباره عن الفطور المتفطر والفطور والغدا، بس مثل ما تبلش بستيب باي ستيب عشان يصير ما عنده عسر هضم. في كتير مشكله، نحن مو مشكله، في فكره ما كتير بخربطوا فيها الصائمين، هي الرياضه امتى بدنا نعملها؟
الرياضه نحن كلنا بنعمل قبل الفطور بيقول لك انه احسن. لا، اكبر غلط اخر دراسات انه نعمل رياضه ونحن صايمين، لانه الرياضه رح شيء يصير عندنا مشكله انه نحن الجسم عم يحاول يحافظ على السكر الموجود بالجسم. فانت لما تلعبي رياضه فانت حرقتي، فما راح يروح على الدهون اللي هي نازل عم بيحرقها، راح يروح على العضل، فانت لما ينزل وزنك حيكون خساره عضل، فهذا مشكله كبيره كثير. نحن ما عم نخسر شحوم، عم نخسر عضل. كان هيك في شغله بدنا نقولها لجميع المشاهدين، يمكن تصديقا لحكيك على الحلو بالذات، في حلو بيترافق معه كيس قطر مثل حلاوه الجبن. تمام. مثل حلاوه الجبن، فيعني ممكن ياكلوا حلاوه الجبن مو ضروري يرشوا كيلين قطر عليها، ممكن نص مع ولا بد او بلاها حاجة. بلاها تماما اذا بيقدروا، يعني حتى اللي بيحبوا السكر زياده. خلينا نفوت بالمكسرات. تمام. الجوز، اللوز، الكاجو، هدول القصص يمكن اللي فيهم نسبه كبيره من الشحوم، شو وضعهم برمضان؟ هلا هي امتى هن، لانه فيهم اذا كانوا مملحين تمام نحن ما بنفضل ناكلهم، بصير عندنا احتباس سواء زياده وزن. هلا هن كثير مفيدين وفي مجموعه معادن وفيتامينات نحن بحاجه لها عشان نقوي جهاز المناعه، والشخص ما يرتخي ويصير عنده مشكله بخلال فترات الصيام. فنحن اذا اخذنا كقبضه فكتير مني، حتى التسالي مثلا، التسالي اكيد مو الحلو اللي ممكن تكون مثلا فول نابت، ممكن يكون الترموس، هدول القصص ممكن يتناولوها كزبديه بس بدون ملح. يعني هاي القصص نحن بحاجه لها بس بكميات قليله، لانه المعادن الموجوده فيها والمصادر والزيوت الجسم بحاجه لها. حكينا كثير ايفانا عن العادات الخاطئه بشهر رمضان المبارك بالاكل والشرب اكيد وممارسه الرياضه، مع انه كثير من العالم بيقولوا انا عم بلعب رياضه قبل ما يقدم مثلا بنص ساعه بلعب رياضه وبطلع بعدين على البيت وانا عم بنحف. قلتي انت هذا هي كمان عاده عضل. خاطئه، شو ممكن تضيفي للعادات الخاطئه اللي معروفه يعني ومنتشره عنا؟ الشخص اللي بيقعد مثلا ما بياكل بيقضيها سوائل على السحور، وبعدين بتلاقي صار عنده مشكله بالبطن، صار عنده امساك عسر هضم، صار عنده نفخه. لا، اشرب كاسه مي، برجع بقول المي مو هربان وما راح تعطش، والاكل مو هربان وما راح تجوع ولا يعني اراديه على الواحد بده يشرب. تمام، بده يشرب تيشرب كثير، خصوصا اذا كانت مي بارده مثل ما قد بيعمل عسر هضم بصير بوقف عنده الهضم، بصير عنده الاستقلاب وضعيفه كثير. بس بلشوا خطوه رح يكون عندكم هلا، لانه نحن برمضان بصير عندنا امساك وعسر هضم واعياء وتعب، فمشان ما يصير عندنا هدول الحالات الاربعه نحن بس نتحر منيح وبنفطر منيح، بناخذ وجبه خفيفه، كاسات المي هي ما حد فيك تشربها من الفطور للسحور عباره عن 10 كاسات، كافيين نبتعد عنه، الحلو فينا ناكله مثل ما قلت كميات قليله، والمشروبات هاي الرمضانيه خففوا منها لانه هي ما لها فائده. لازم يكون للطفل حصه معنا ايضا، الاطفال يلي عم بيصوموا. تمام. يلي بالمدرسه عم شوف كثير اولاد رفقاتي انه احنا صايمين، شيء حلو كثير انه الانسان يتربى على الاخلاق الدينيه، ولكن الولد اول ما بده يفطر كمان ما راح يعرف شو بده ياكل، اذا ما الام قالت له يبدا بوجبه معينه مثل ما حكيتي يبدا بالسلطه. ايضا الاطفال بيحبوا الاكلات الجاهزه، ساندويش اللي برا، ايه لو امهم عامله الفطور من هون لهونيك بدهم يشتروا ساندويشه. شو بدنا نقول للاهالي اللي عندها اطفال صايمين؟ تمام، هلا اول شيء انا بفضل انه لما بيكون الطفل له اعمار محدده انه ببلش ستيب باي ستيب، انه في ناس تصوم من الصبح للساعه 12، بعدين الطفل اللي بعد ال 11 بصير من 12 للعصر، وبعد بيقطع ال 15 او 14 13 هذا مع الطفل المراهق فيه يصوم. هلا هون في مشكله بس انه بالنسبه للفاست فود ما أنا مشكله، بده ياكل خليه يعمليه اياه بالبيت، همبرجر اعمليه بالبيت، بيتزا اعمليه بالبيت، شاورما فينا نعملها بالبيت بالفرن. صحيح. وقت الولد بصير بدك تاكل فاست فود ما بدك تاكل هدول الاكلات بعمل لك اياهم بالبيت. اول شيء بيكون انظف، بما انه نحن فصل صيف ما بصير عندنا تسمم، بتعرف شو عم تماما بتعرف شو عم تعمل والطريقه، وبنفس الوقت لما الولد بده يشوف اهله من صغر عم يبلشوا بالمي والتمر وبهالعادات الرمضانيه تماما رح يصير مثلهم. حيصير مثلهم اكيد. كثير من المعلومات المفيدة دائما إيفانا بتكون معك، بتنصحينا إلنا ولكل حدا عم يتابعنا، وأكيد معلومات مفيدة. متشكرك لوجودك معنا. الله يعافيك وينعاد على الكل يا رب. شكرا لك إيفانا، أكيد إن شاء الله يا رب هيدي الفقرة بتهمك أكثر، وأكيد يكونوا استفادوا من النصائح اللي قدمتيها برمضان وغير رمضان. الصحة الغذائية للجسم هي أهم شيء ليقدر الإنسان يكفي نهاره فريش مثل صباحنا معك. شكرا لك. تمام، حبيبي قلبي، تسلمي.